يبدو أن عمليات تدفق المرتزقة إلى ليبيا سلسلة سيطول انتهاؤها، فلم يقتصر زج الحكومة التركية بالمرتزقة البالغين للقتال بجانب حكومة الصخيرات، بل دفعتها أطماعها لتدريب وتسليح الأطفال وإرسالهم. فبحسب تصريح إعلامي لمدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن ميليشيا السلطان مراد تختطف الأطفال وتجندهم للقتال في ليبيا، مؤكدا أن ميليشيا السلطان استغلت ما يعرف بالاتفاقات الروسية التركية واستقطبت مزيدا من المقاتلين إلى صفوفها لتصبح من كبرى الفرق العسكرية في مدينة حلب السورية، موضحا أن قادة الميليشيا من المكون التركماني السوري موالين بشكل كامل للحكومة التركية ويمارسون في منطقة عفرين أشد أنواع الانتهاكات، وهي المسؤولة حاليا عن عملية اختطاف الأطفال وتجنيدهم وإرسالهم إلى ليبيا. اختطاف الأطفال واستجلابهم لمناطق القتال في ليبيا يراه مراقبون انتهاكا لكافة مواثيق حقوق الإنسان، ما يجب أن يضعه المجتمع الدولي في عين الاعتبار ويسرع بفرض عقوبات على تركيا بسبب هذه الانتهاكات.